إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا جمال المحشي، أحلى حاجة في الشتاء حلة المحشي دي يا جماعة، تاكليها وتتغطي وتنامي تحت البطانية، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. في الفيديو دوت هنعمل المحشي بكل أسراره من الألف للياء. لو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا ياسمين مصري، يا ريت تشجعوني بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد، وتعالوا بينا بقى نشوف عملنا المحشي ده إزاي وكل أسرار حلة المحشي للمبتدئين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة هنعملها، هنجيب كرنباية حلوة كده اهوت، ونحوش الورق اللي هو اللي حواليها دوت، ونحاول نحوش الجزء اللي في النص. الورق دوت هنعمله لوحده، ونحوش الجزء في النص بالسكينة. وخلي بالك وانت بتقطعي كده اهوت، كل ما تكون الكرنباية صغيرة كده وتقبطي عليها من تحت تلاقيها تحس ان هي مكتومة، يبقى فيها ورق كتير. هنقطعها على قد ما نقدر كده ونصغرها عشان تكون على قد الحلة. وبعد كده هنجيب مية مغلية على النار، نحط فيها، ممكن تحطي فيها معلقة كمون صغيرة ورشة ملح. وبعد كده هنبتدي نسلق الكرنباية بتاعتنا، وخلي بالك هي بتقعد 5 دقايق بس في المية، ما تخليهاش كتير عشان ما تتهريش مننا. نحط كده هو رشة ملح، نص معلقة ملح، ونحط معلقة كمون لو انت مش عايزة الريحة بتاعت الكرنب. وبعد كده هنحط القلب اللي احنا قطعناه، نحطه في المية ونسيبه يدوبك بالظبط 7 دقايق 5 دقايق عشان ولا يتهري ولا يبقى ني، تبقي واقفة جنبيه كده هو بالشكل دوت. وعشان الكرنب بتاعنا ما يعملش ريحة، اول ما تطلعيه طلعيه في مصفى تحت الحنفية، تغسليه تاني تحت الحنفية منه الورق ما يتهريش ويكون سخن، يكون المية الباردة هتطلع السخونية اللي فيه، ومنه كمان ما يتهريش معانا، ومنه كمان الريحة بتاعته مش هتبقى موجودة. يعني ممكن تعمليه كده وتحطيه في التلاجة وتاني يوم تلفيه. هكمل بقى السليق، وبعد كده تعالوا بقى نعمل التسبيكة مع بعض. انا لما باجي اعمل محشي عشان ما يكونش تقيل عليا بعمل التسبيكة قبلها في يوم، وبجيب الكرنباية تاني يوم مثلا واقطعها واعملها في نفس اليوم على يومين يعني عشان ما يكونش تقيل. يعني حاولي تخلي التسبيكة عندي جاهزة على طول. جبنا حبة زيت حلوين ونزلنا كده بكمية بصل، المحشي بيحب البصل، ومعلقة سمنة بلدي بصراحة خلت الطعم مختلف خالص. التوابل بقى بتاعتنا ملح وفلفل وشطة، بابريكا بتخلي اللون احمر، كمون، كزبرة، كتر من الكزبرة، المحشي بيحب البصل بيحب الكزبرة. ممكن تحطي نعناع كمان لو انت بتحبي النعناع، في ناس بتحط معلقة نعناع، بس النعناع يفضل مع ورق العنب. تمام، النعناع مع ورق العنب. حمر البصل تحميرة حلوة كده. وبعد كده انزلي بكمية الطماطم، الطماطم بتاعت المحشي ما بتكونش متصفية، بتكون زي ما هي بخيرها بتحطيها. 2 كيلو طماطم. الكرنباية هي سلقناها خلاص، هنبتدي نقطعها مع بعض، وانتي واقفة هتعملي في نص ساعة هتكوني خلصتي التقطيع. هقطعها بالشكل دوت، هتلفيها وبعد كده تقطعيها على حجم الورقة اللي انت عايزاها. في ناس بتحب الورقة تكون كبيرة، وفي ناس بتحب الورقة تكون صغيرة، الحجم اللي انت عايزاه قطعيه، بس احلى حاجة الوسط، يعني خليه صباع كده دوت، مقاس الوسط احسن. هنقطعها كلها بالشكل ده واحنا واقفين كده دوت. لو انت بقى في طريقة معينة بتقطعي بيها مفيش مشكلة، انا كده قطعت بالشكل دوت، هقطعها كلها وبعد كده هنرجع تاني مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكتبوا لي رايكم في التعليقات، وايه احسن طريقه بتحبوا تعملوا فيها المحشي، وبتحبوا محشي الكرومبي احسن ولا بتحبوا محشي ورق العنب ولا البتنجان. كده خلصنا كميه كلها قطعتها بالشكل دوت. طبعا الكرومبي فيه انواع، في كرومبي الورق بتاعه بيكون رقيق، وفي كرومبي الورق بتاعه بيكون تخين شويه مش بلدي. يعني هنجيب بقى الخضره، ربطه شبت، كزبره، وبقدونس، هنقطعهم تقطيع صغيره خالص. في ناس بتحب تقطع بالمقص، وفي ناس بتحب تقطع بالسكينه بالطريقه اللي تعجبك، بس حاولي تقطعيها صغير خالص. لو حسيت ان هي التقطيعه بتاعتك كبيره شويه قطعيها مره تاني، يعني امشي عليها زي ما انا ماشي كده اهوت مرتين. هقطع الخضره بقى كلها، وبعد كده هنزل بيها على الصلصه بتاعتنا، تكون الصلصه اتسبكت والزيت فصل عن الصلصه بتاعتي. لما بتكون الصلصه متسبكه بيكون طعمها حلو جدا. الورق اللي احنا حشناه من الخضره دوت مش هنرميه، احنا هنحطه في قاع الحله بتاعتنا، يعني هنحطه في قعر الحله من تحت. تعالوا بقى نشوف التسبيكه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله لونها احمر حلو قوي لما تحط لها معلقه بابريكا، ولما تكون الطماطم بتاعتنا حمرا حمرا مش خضره يعني مخضره، بتكون تسبيكه طعمها حلو جدا. وكمان لما بتحمر البصل وتغمقيه بتكون التسبيكه بالشكل ده. خدت انا كده طبق من الصلصه عشان احطه على المحشي من فوق.
اوعي تنسي الخطوه ديت، تاخدي طبق كده من الصلصه على جنب عشان هنسقي بيه المحشي في الاخر. وهنحط الخضره على الطماطم بتاعتنا وتسيبيها 10 دقايق كده الخضره تدبل وتستوي كمان مع الطماطم. بعد كده هننزل بالرز بتاعنا. كل كيلو طماطم يا جماعة بياخد كيلو رز، يعني انا عاملة 2 كيلو طماطم حطيت عليها 2 كيلو رز. هقلبه كويس جدا واعملي حركة حلوة بقى، خلي الرز متولع على النار لمدة 10 دقايق. يعني الرز كده 10 دقايق سيبيه على النار، هيفرق معاك الحركة دي جدا. سوي الرز 10 دقايق بس، تمام. بعد كده نبتدي نلف الورق مع بعض. في ناس بتحب الورق الاخضر دوت فبنحطه في القاع من تحت، ولو مش بتحبيه ممكن تديه لأي حد يعني، بس بيكون طعم حلو جدا. وكمان لو في حاجة اتحرقت ولا اي حاجة بيكون الورق الاخضر دوت هو مثلا الشوح من تحت وكده. لفيت الصينية كلها الحمد لله. لفيت معاكم كم ورقة في الاول وبعد كده قعدت براحتي ولفيتها كلها. طبعا الترطيس بتاع الحلة حاول يكون في بينهم فراغات عشان الحلة كلها تستوي، يعني ما تتميش الحلة في الرصة، لا وسعي في الرصة عشان كله يستوي. هجيب بقى الطبق الصلصه اللي احنا عملناه في الاول اللي احنا خدناه على جنب وحطينا عليه شوربه وحطينا عليه رشه ملح ومرقه دجاج، وهسقي المحشي بتاعنا. يبقى الصلصه وشوربه. محشي الكرنب بياخد صلصه كتير، يعني محشي الكرنب لما بتيجي تسقيه بياخد طبق شوربه وطبق صلصه ومرقه دجاج ورشه ملح، تمام. لكن محشي البتنجان ما بياخدش شوربه كتير لما تيجي تسقيه، تمام. يبقى الكرنب بياخد اكتر. وهكتم كده في طبق كبير. هولع بقى الاول ربع ساعة على نار عالية، وبعد كده تهدي النار لمدة نص ساعة، ساعة لربع ساعة، سيبيه مع نفسه لغاية ما يستوي عشان ما يشطش وعشان كله يستوي. يبقى بنسوي الاول ربع ساعة على نار عالية وبعد كده بنسيبه على النار لمدة ساعة او ساعة لربع يستوي براحته. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني جنب المحشي. انا على طول ويفضل تعملي الفراخ جنب المحشي، معروف محشي الكرنب او محشي البتنجان جنب فراخ محمره وملوخيه. بس انا ما كنتش هعمل المحشي، كنت هعمل حاجه تانية، كنت مطلعه لحمه مفرومه، كنت هعمل حواوشي. فاليوم دوت ربنا كرمني وقدرت اعمل المحشي، فقلت ايه، طبعا اللحمه المفرومه فكت وكده، فقلت اعملها كفته جنب المحشي. فاول مره اعمل كفته جنب المحشي. طبعا الكفته عشان ما تفكش منك بتجيبي بصلايه مبشوره وتحطي عليها التوابل بتاعتك، ملح وفلفل وشطه وكمون وكزبره وبس، يعني توابل وبصلايه مبشوره بس، بصلايه بميتها بكل حاجتها، ما فصلتش الميه ولا اي حاجه، وبقت معايا زي الفل زي ما انتوا شايفين، بصلايه مبشوره وتوابل بس، ومش بنصفي البصله خالص. وعملتها بالشكل كده. ده نص كيلو لحمه مفرومه وصبعتها ورصصتها في صينيه، وهسويها بقى على النار من فوق لمده 10 دقايق، وخلي بالك ما تتلسعش منك. وبعد كده هقلبها برضو على النار من فوق 5 دقايق، هتتحمر يعني على النار من فوق. وبعد ما تستوي بالشكل دوت هحط لها ريحه الفحم، هي كانت تتلسع مني بس الحمد لله لحقتها. هي بتستوي على طول وما بتاخدش وقت، وطعمها حلو جدا احسن من بره. هنعمل جنبيها سلطه الطحينه دلوقتي، وجميله جدا جدا، يا ريت تجربوها، ما بتاخدش وقت ومش مكلفه خالص. هنجيب كده معلقتين طحينه خام، وبعد كده هننزل عليهم بحبه ميه سخنه من الكاتل، هننزل عليهم بتوابل الطحينه بتخلي طعم الطحينه حلو جدا، بصل بودره، ثوم بودره، رشه زنجبيل صغيره، بابريكا، ملح وفلفل، لو بتحبيها بشطه حطي شطه. وهننزل عليها بميه دافيه، كل ما تكون تقيله خففيها شويه. بعد كده هنزل عليها بعصره الليمونه، وحسيت ان هي تقيله شويه فهخففها تاني، انا بحبها تكون يعني مش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، وكمان هي لما بتقعد بتتقل شويه. وبعد كده هقدمها جنب الكفته بتاعتنا، طعمها كان جميل جدا، ريحه الكفته كانت حلوه جدا لدرجه ان حتى الاولاد لما خلصوا الكفته ريحه الصينيه نفسها كان فيها الفحم كان ريحتها حلوه جدا، يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هرصص الكفته معاكم، واول مره في حياتي اعمل كفته جنب محشي، على طول بحب الفراخ جنب المحشي. بعد كده هنشوف بقى المحشي بتاعنا استوى ولا لا. المحشي يا جماعه تولعوا عليه على نار هاديه، يعني بعد ما ربع ساعه على نار عاليه وبعد كده على نار هاديه، وسيبيه مع نفسه لغايه ما يستوي. من الوقت للتاني تبص عليه، تاخدي واحده كده تدقيها شوفيها استوت ولا لا، تمام كده الكفته جاهزه بتاعتنا، وسلطه الطحينه جاهزه كمان، والمحشي بتاعنا استوى. يا رب اتمنى الفيديو يعجبكم ويكون ضيفه خفيفه عليكم. تكتبوا رايكم في التعليقات، رايكم بيفرق معايا في التعليق يا جماعه، بحس ان في تفاعل على القناه. بصوا ما شاء الله المحشي جميل جدا، ريحته حلوه جدا، وما شاء الله الحله بتخلص في يوميها. هو المحشي ما بيتاكلش غير وهو سخن. هنبتدي كده نجيب صينيه حلوه كده ونقدمه بالشكل دوت، وبالهنا والشفا على اللي هياكله. اتمنى بقى تشجعوني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واكون خفيفه عليكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you.